الميدان ربما حتى للزرع لا تصلح وليد. شاهدنا الأرضية سيئة وكارثية، هناك عملية ترقيع وليست صيانة، الترقيع بوضع بعض الصفيحات، طرق بدائية بالجرار يعني صح القول. نتمنى أن نتخلص من هذا الكابوس بالتأهل واللعب في ملاعب جميلة مثل ياوندي وأيضا ليمبي وأيضا في قروة. أرضية الميدان من سوء حظ المنتخب الجزائري أنه وقع في دوالا أو في ملعب جابوما، هو أسوأ ملعب في الكاميرون، في دورة الكاميرون أسوأ أرضية ميدان هي أرضية ملعب جابوما. رانا نشوفوا خلفنا مباراة السنغال أمام مالاوي تلعب على أرضية ميدان بافوسام، أرضية ميدان جميلة جميلة جدا، تساعد المنتخب الجزائري على تطبيق طريقة لعبه، لأنه نعرف أن المنتخب الجزائري يملك فرضيات لامعة أمثال بليلي أمثال محرز بونجاع عطال، يعني كلهم لاعبين يعتمدوا على الفنيات تاعهم، لكن ما يقدروش يطبقوا الفنيات تاعهم ولا طريقة اللعب تاعهم في أرضية مثل هذه مثل أرضية ملعب جابوما. كي جينا ديجا البريمي جور وقفنا باللي أرضية الميدان في حالة سيئة، تدهورت بفعل إجراء عدة مباريات فيها وكذلك تهاطل الأمطار إضافة إلى الحرارة الشديدة. لما تشوف الإمكانيات الموفرة في الملاعب الملحقة وطريقة الرش ورش الملعب متوفرة في الملاعب الملحقة التي تدرب عليها المنتخبات والملعب الرئيسي، لم نشاهد هذه التقنية المعروفة العالمية في مختلف الملاعب. شاهدنا بالخرطوم وكأنه يسقي بستان البطاطا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذه الظروف وعلينا أن نحاول إسعاد الشعب الجزائري ومهما كانت النتيجة. نحن يعني فخورون بهذا المنتخب الوطني، وإن أقصي في هذا الدور أو في الدور المقبل نبقى فخورين به ونبقى معه، خاصة وأقصيات المونديال بعد شهرين فقط، وسيكون لنا حديث إن شاء الله في المونديال إن تأهلنا.